بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، وزدنا يا مولانا حبا فيه، وفرج عنا يا مولانا بجاهه ما نحن فيه. اللهم صل عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد توقفنا في هذا المتن المبارك إلى قول الماتني رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه، حيث قال: فصل في العارية أو العارية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. افتح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين الأمين. قال: فصل في العارية. فصل في العارية: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا، وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، وهي مدمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. نعم. باب العارية هو أيضا من أبواب تداول المنافع وتداول الأمور التي لها قيمة، ولكن على وجه التبرع دون عوض يقابلها. أنا عندي شاة تحلو اللبن، أنتفع بها وبلبنها، وعندي شاة أخرى أيضا تحلو اللبن، وجاري ليس عنده مصدرا للبن، وهو يحتاجه لنفسه ولأبنائه كغذاء، فأعيره هذه الشاة حتى يستطيع أن يستفيد من لبنها على سبيل الهبة وعلى سبيل العطية مدة معينة، ثم أسترد الشاة منه مرة أخرى. كان زمان السيدة عائشة تحكي، طبعا كان يعني الناس في المدينة الشريفة المدينة المنورة أحوالهم يعني زهيدة جدا وفقيرة جدا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت السيدة عائشة يعني كان لها فستان يلبس في ليلة العرس، الفستان الذي تلبسه يعني العروس في ليلة عرسها. كان هناك فستان واحد في المدينة كلها يدور عارية على نساء المدينة. يعني هذا الفستان مثلا ملك للسيدة عائشة، كانت تعيره للبنت التي تتزوج
يعني يذهب إليها الفستان تلبسه وتتجمل فيه في ليلة زفافها، ثم تعيده مرة أخرى إلى صاحبته. فكان يعني هذا الباب من أبواب التعاون على البر والتقوى وتداول المنافع، تداول المنافع عند يعني العاجز عن التحصل على قيمة الأصل الذي تنتج منه المنفعة. فقال: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته. كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، مثلا هذه الساعة، ساعة مثلا قيمة، فزميلي أو أخي يذهب مثلا لتسلم شهادة فخمة من الرئيس أو من الوزير، فيستعير مني هذه الساعة لكي يلبسها في يده عند تسلم الجائزة فأعطيها له عارية. هل هذه الساعة تآكلت أو نقصت قيمتها باللبس أم أنها كما هي؟ كما هي. حينما يعيدها صاحبي إلي، هل تكون قد تآكلت أو تناقصت أم كما هي؟ كما هي. فهذا معنى إيه؟ كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. طيب، الشمعة، تعرفون الشمعة؟ الشمعة هذه تتآكل إذا أشعلت أم لا؟ يعني الشمعة تتناقص أم لا؟ تتناقص. الصابونة التي نغسل بها أيدينا، هل تتناقص أم لا؟ يعني ننتفع بها، لكن هل تبقى كما هي أم أنها تتناقص بالاستعمال؟ تتناقص. إذن هذه لا تصح أن تكون عارية، لأنه باستعمالها تتناقص. يبقى شرط العارية أن تكون، أن تبقى على عينها مع استعمالها. التليفون هذا أستعيره من أخي يعني لبعض المكالمات الهامة، فهذه استعارة، لأن الجهاز يبقى إيه؟ يستعمل ويبقى بحالته وعلى عينه، لا يتغير. يبقى هذا معنى قوله إيه؟ كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. قال: جازت إعارته إذا كانت منافعه آثاراً. آثاراً يعني باقية. إذا كانت منافعه آثاراً يعني باقية. قال: وتجوز العارية مطلقا ومقيدا بمدة. يعني يجوز أن تكون العارية، لا يشترط أن يكون هناك مدة في العارية، وكذلك يجوز أن تكون محددة بمدة. وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلافها. اقرأ كده الشرح يتضح الأمر أكثر. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في أحكام العارية، وهي بتشديد الياء في الأفصح مأخوذة من عار إذا ذهب، وحقيقتها الشرعية
إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع. قال إباحة الانتفاع من أهل التبرع الذي يعير لا بد أن يكون من أهل التبرع، يعني بالغا عاقلا رشيدا، أهل للتبرع، بالغ عاقل رشيد، بما يحل الانتفاع به. طيب عود الموسيقى، آلة الموسيقى، هل يحل الانتفاع بها في المذهب؟ لا يحل الانتفاع بها، يبقى إذن لا يجوز إعارتها، لأنه لا يحل الانتفاع بها. بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، مع بقاء عينه، يبقى إذن شرط الشيء المعار الذي يحل الانتفاع به أن تبقى عينه ليرد على المعير. مثلا الكتاب، أستعير كتابا من زميلي للقراءة فيه، الكتاب يبقى عليه على حالته، يعني لا يتآكل، لا يتآكل إلا إذا قمت بحفظه وتناسيت أنه لزميلي، وبعد فترة اعتقدت أن الكتاب ملكي ولم أرده على زميلي، ومرت عليه السنون حتى أكلته الفئران. لكن شرط العارية التي يحل الانتفاع بها أن تكون أن تكون مما تبقى عينها مع استعمالها، قال مع بقاء عينه ليرده، يعني المستعير على المتبرع الذي هو المعير. يبقى احنا عندنا معير، معير المتبرع صاحب المنفعة، وعندنا مستعار، وعندنا مستعير الذي أعير له الشيء، وعندنا الشيء المعار. يبقى عندنا معير صاحب المنفعة، وعندنا مستعير طالب المنفعة، وعندنا معار المنفعة ذاتها. نعم. قال رحمه الله: وشرط المعير صحة تبرعه، وقوله مالكا لمنفعة ما يعيره، فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح إعارته، ومن لا يملك المنفعة كمستعير لا تصح إعارته إلا بإذن المعير. وذكر المصنف ضابط المعار في قوله: وكل ما أمكن الانتفاع به منفعة مباحة مع بقاء عينه جازت إعارته، فخرج بمباحة آلة اللهو فلا تصح إعارتها، وببقاء عينه إعارة الشمعة للوقود وأيضا إعارة الصابون للغسل. لماذا؟ ما العلة في منع إعارة الصابون؟ أن الصابون يتناقص ولا تبقى عينه، وكذلك الشمعة إن استعملت لا يبقى عينها. نعم. فلا تصل. مولانا، لو سألت مثلا صابون من صديقي، ما اسم هذا الأمر؟ هذا على سبيل الهبة، هذا على سبيل الهبة والهدية، لكن ليس على سبيل العارية. وقوله: إذا كانت منافعه آثارا، مخرج للمنافع التي هي أعيان، كإعارة شاة للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك، فإنه لا يصح. فلو قال لشخص: خذ هذه الشاة فقد أبحتك
درها طرها فقد أبحتك درها ونسلها فالإباحة صحيحة والشاة عارية وتجوز هو اللي قال إذا وقوله إذا كانت منافعه آثارا مخرج للمنافع التي هي أعيان. عندنا المنافع على نوعين، المنافع التي تستفاد من العين على نوعين. عندنا منافع أعيان، منافع أعيان كلبن الشاة. اللبن هذا عين أم لا؟ عين يعني جسم موجود، جرم موجود، موجود اللبن أمامنا أم لا؟ فهذا عين، عين أمامنا. يبقى أعيان، منافع أعيان مثل اللبن، ومنافع غير أعيان كسكن الدار. سكن الدار هناك دار ملكي، لكن إسكاني أو استخدامي هذه الدار للسكنة كعارية، يعني أستعير منه هذه الشقة للسكن فيها، هل هذه السكنة لها عين مشاهدة؟ كلمة السكنة هذه لها جسم مشاهد ولكنها منفعة، ولكنها إيه؟ منفعة ليست عين. الشيخ هنا، الشيخ ابن قاسم قال إذا كانت منافعه آثارا مخرج للمنافع التي هي أعيان كإعارة شاة للبنها، كإعارة شاة للبنها وشجرة لثمرها ونحو ذلك فإنه لا يصح. فلو قال لشخص خذ هذه الشاة فقد أبحتك درها ونسلها فالإباحة صحيحة. ما الفارق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ الصورة الأولى قال كإعارة شاة للبنها، أعيرك هذه الشاة للبنها من أجل إيه؟ أن تستفيد بلبنها. والصورة الثانية أعرتك هذه الشاة وأبحتك درها يعني لبنها ونسلها. الصورة الأولى أعرتك الشاة لتنتفع بلبنها، واضحة هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أعرتك الشاة وأبحت لك الانتفاع بلبنها. في الصورة الأولى قال لا تصح، والصورة الثانية قال إيه؟ تصح. إيه الفارق؟ الصورة الأولى كانت الإعارة على منافع أعيان، كانت الإعارة على الإيه؟ على اللبن، كانت الإعارة على الإيه؟ اللبن، على الانتفاع باللبن. والانتفاع باللبن هذا اللبن يذهب عينه، هل اللبن يبقى؟ هل يبقى اللبن أم يشرب ويذهب؟ طيب ما احنا قلنا شرط العارية ايه؟ أن تكون منافعها آثارا، آثارا يعني ايه؟ باقية. فهنا حدث خلل في هذا الشرط، شرط العارية. شرط العارية كما قلنا ايه؟ يحل الانتفاع به مع بقاء ايه؟ عينه. طيب لما قال له أعرتك الشاة للبن لشرب لبنها، هنا الإعارة وقعت على الايه؟ على اللبن، أليس كذلك؟ طيب اللبن تذهب عينه أم تبقى؟ تذهب، نشربه، تذهب عينه. أم أنتم لا تشربون اللبن؟ ها؟ تشربون اللبن أم لا؟
الحمد لله. طيب الصورة الثانية قال إيه؟ قال لشخص خذ هذه الشاه يعني عارية فقد أبحتك ضرها. قال فهي صح، فالإباحة صحيحة. ما الفرق في هذه الصورة عن الصورة التي قبلها؟ من يقول؟ من يعمل عقله بعض الشيء ويقول؟ الصورة الأولى إعارة اللبن. كان العقد على ماذا؟ على ليه؟ اللبن. على اللبن. واللبن تبقى عينه أم تذهب؟ تذهب. لكن هنا كان العقد على ليه؟ على الشاه. وقد أبحتك الانتفاع بلبنها. يبقى تحصل على اللبن بصيغة الايه؟ الإباحة. وليس بعقد العارية. إنما العارية على الايه؟ على الشاه. العارية على الايه؟ على الشاه. هي التي ترد. الشاه هي التي ترد، هي التي إن تلفت يضمنها. وأبحت لك الانتفاع بلبنها طالما أنها عندك. يبقى الصورة الأولى قال لا تصح، لأن عقد العارية كان على الايه؟ على الايه؟ على اللبن. واللبن تبقى آثاره أم تذهب؟ تذهب. وشرط العارية الانتفاع بها، حل الانتفاع بها مع بقاء عينها. الصورة الثانية قال خذ هذه الشاه يعني على سبيل العارية فقد أبحت لك ضرها ونسلها. يبقى العقد تم في الصورة الثانية على ايه؟ على الشاه. الإعارة على ايه؟ والشاه تبقى أم لا؟ تبقى. فهذا هو الفارق بين الصورتين. واضح الكلام يا شباب؟ واضح. قال يعني هل نعقد امتحان في فقه المعاملات بعد أن ننتهي منه أم لا نعقد؟ أم صعب عليكم؟ ها؟ نعقد أم لا؟ لم أسمع إجابة. نعقد أم لا؟ نعقد الامتحان؟ يعني أنا أعلم أن فقه المعاملات فيه شيء من يعني الصعوبة، لأنه بعيد عن تناولنا. يعني نحن لا نتعامل بهذه المعاملات كثيرا، لكن بكثرة القراءة وكثرة الممارسة لكتب الفقه يعني إن شاء الله يتضح الأمر أكثر. يعني كنت أتكلم مع زميلكم وأنا قادم في الطريق بأن الفقه يحتاج إلى طول صحبة. لا يمكن أن تفهم الفقه من أول درس أو من أول كتاب أو من ثاني كتاب، لا. لذلك الكتب كانت مستويات، مع كل كتاب ينفتح لك شيئا لم يكن مفتوحا من قبل، وهكذا تترقى إلى أن تصل إلى كتاب الأم للإمام الشافعي. لأن هناك أمور في المذهب لن تفهمها إلا إذا قرأت كتاب الأم، لن تتضح لك تماما إلا إذا قرأت كتاب الأم. يعني هكذا الواحد فينا يترقى شيئا فشيئا فشيئا، كلما قرأت أكثر، كلما صحبت الفقه أكثر، كلما اتضحت لك أمور كانت يعني صعبة عليك، كانت صعبة عليك في البدايات. فيعني لا نتعجل، نصبر ولا نمل، ونستعين بالله سبحانه وتعالى. لكن أطلب منكم أن تذاكروا كل درس عقب انتهاء الدرس حتى تثبت المعلومة إن شاء الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله تعالى وتجوز العارية مطلقة من غير تقييد لوقت ومقيدة لمدة أيضا. يعني يجوز أن أخذ هذه الساعة استفد بها عارية ولا أحدد مدة، هذا جائز. وممكن أن أحدد بمدة، خذ هذه الساعة انتفع بها لمدة شهر.
يعني هذا جائز وهذا جائز. نعم. فأعرتك هذا الثوب شهرا وفي بعض النسخ وتجوز العارية مطلقة ومقيدة لمدة وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء وهي وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء. الضمير عائد على ايه؟ على ال 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 على صورة العارية بمدة والعارية المطلقة. يعني حتى لو أعرتك هذه الساعة شهرا وبعد أسبوع طلبتك ائتني بالساعة هذا جائز، لأنه عقد تبرع ليس عقد لازم. فسواء أعرتك مدة مطلقة أو مدة محددة فلي أن أرجع، أنا صاحب العارية لي أن أرجع فيها متى إيه؟ متى أشاء ولا حرج في ذلك. لماذا؟ حتى لا يتحرج الناس من فعل الخير. أنا أعطيك هذه الساعة شهرا، لو أن أعطيك إياها تبرع بلا مقابل، يعني أنا لا أخذ منك إيه؟ مقابل عوض مالي لا أخذ. فإن قيدني الشرع وقال لي بأنك لا يصح لك أن ترجع في خلال الشهر أو في خلال السنة، قد يضيق صدري وأخاف الإعارة. لا، الشرع وسع على المعير في باب الشروط وفتح له الباب في أن يرد عاريته متى شاء حتى يتعاون الناس في هذا الأمر ولا يتحرج. واطمئن بأني متى احتجت عاريتي آخذها في أي وقت شئت. نعم. وهي أي العارية إذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه مدمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها لا بقيمتها يوم قبضها. قال وهي أي العارية إذا تلفت أي نقصت عينها لا باستعمال مأذون فيه، يعني تلفت العارية بغير الاستعمال المأذون فيه. أنا مثلا أعرضك هذه البقرة لتستعملها في سقي الأرض، فإن تلفت وهي في استعمالها المأذون فيه لا أضمن، لكن استعملت البقرة في شيء آخر فتلفت فيجب علي الضمان، أدفع قيمة هذه البقرة إلى المعير الذي استعرض منه. فهذا معنى قوله العارية إذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه، أي باستعمال غير مأذون فيه. من أي؟ من المعير. استعمال غير مأذون فيه من الايه؟ من المعير، مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلافها. يعني كيف نحسب القيمة؟ قيمتها يوم التلف. نعم. لا بقيمتها يوم قبضها ولا بأقصى القيام. فإن تلفت باستعمال مأذون فيه كإعارة ثوب للبسه فانسحق أو انمحق من استعمال فلا ضمان. طيب، أنا استعرت منك بدلة، تعرفون البدلة أم لا؟ البدلة يعني التي تلبس برابطة العنق هذه، و استعرتك الجبة، استعرت منك الجبة، تعرفون الجبة أم لا؟ ها؟
الجبة. ماذا يفعل بالجبة؟ هل ينام بها في الفراش؟ أم يعني نذهب بها إلى مجلس العلم، نذهب بها إلى خطبة الجمعة؟ فإذا استعملت قال إيه؟ كإعارة ثوب للبسه، أي للبسه بالطريق المعتاد، بالطريق المعتاد في لبسه. لكن واحد أخذ الجبة ونام بها ففسدت، حصل فيها قطع، حصل فيها فساد وهو نائم، هل هذا استعمال مأذون فيه؟ هل هذا استعمال يقبله العرف؟ لا. معروف أن الذي يستعير الجبة يستعيرها من أجل ماذا؟ من أجل أن يلبسها في مناسبة، في لقاء وهكذا، لكن لا يلبسها في النوم، لا يلبسها وهو يلعب بها الكرة مثلا، يعني يذهب يلعب ليه الكرة بالجبة، فيعني تتلف حتى تكون يعني الكرة شرعية، يعني حتى يعني أو يحكم بين الطرفين حتى يكون يعني شيخا معمما يحكم بين اللاعبين، فيكون الحكم يعني عدلا ويطمئن الناس إلى حكمه. فالشاهد أن العارية إنما تضمن إن استعملت في استعمال غير مأذون فيه، إما من صاحبه وإما بالعرف. العرف يقول بأن هذا الشيء يستعمل بطريقة معينة فلا يستعمل في طريقة أخرى أو بطريقة أخرى. نعم. قال الماتن رحمه الله تعالى: فصل في الغصب، ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وعرش نقصه وأجرة مثله، فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل، وبقيمته إن لم يكن له مثل، أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. قال: فصل في أحكام الغصب. الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا، الاستيلاء على حق الغير عدوانا، على طريق العدوان، أغتصب أرضه، أغتصب ثوبه، أغتصب وظيفته، أغتصب مكانه في المجلس. الاستيلاء على حق الغير عدوانا، ولا شك أنه من المحرمات. في الحديث: من غصب قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. من غصب قيد شبر، قيد شبر من أرض، شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. فغصبك لحق أخيك واعتداؤك على حق أخيك تطوق به يوم القيامة وتهوى به يوم القيامة في 7 أرض، ولو كان قليلا ولو كان حقيرا. فهذا أمر في منتهى الخطورة، وجاء بعد باب العارية وكأنه يقول لك: إن الذي أعارك شيئا أعارك إياه بطريق التبرع والمحبة والإكرام، ولم ينتفع بك ماديا بسبب هذه الأعارة، فإن استوليت على إعارته فلم ترد هذه الإعارة، وأخذت الكتاب في مكتبتك ولم ترده إلى صاحبه الذي أعارته منه، ونسي المسكين أنه أعارك الكتاب، ومع الوقت تناسيت الإعارة،
واستوليت على حقه، اعلم أن هذا الكتاب الصغير الذي هو ملك لأخيك وأنت استوليت عليه بغير حق ولم ترده لأخيك، اعلم أن هذا الكتاب ستذوق به يوم القيامة. فالإنسان منا فكأن يعني التوافق يعني الشيخ رحمه الله تعالى في ترتيب المتن يعني بحكمة يقول لك هذا الذي تعاون معك على البر والتقوى وأكرمك بالإعارة والإحسان إليك، إن اعتديت على حقه وملكه اعلم أنك ستتوق بذلك يوم القيامة. قال ومن غصب مالا أو حقا لأحد لزمه رده، أي رده بعينه. ومن غصب مالا أو حقا لأحد لزمه رده، أي رده إيه؟ بعينه. أنا استوليت على هذه الساعة. طبعا الغصب يختلف عن السرقة، الغصب يختلف عن السرقة. السرقة أخذ الشيء سرا من حرز مغلق، يعني المال موضوع في الخزنة في البيت في حرز في البيت، فأخذته من حرزه سرا وخفية. لكن الغصب يكون علنا، الغصب يكون إيه؟ علنا وليس سرا. استوليت على شقة سكنية وجلست فيها بالقوة أنا وزملائي لأننا شباب وأقوياء، وصاحب البيت رجل كبير في السن وضعيف، فاستوليت إيه؟ عدوانا جهرا. فالغصب خلاف الإيه؟ خلاف السرقة. السرقة أخذ المال إيه؟ سرا من حرز، يعني المال أو الجواهر في خزنة مغلقة في البيت، فأخذها سرا من هذا الحرز، فهذه سرقة. لكن الغصب غالبا يكون عدوانا علنا أستخدم فيه قوتي، وأنا أملك كتيبة من المحامين مثلا يستطيعون أن يقلبوا الحق باطلا بأموالي وقوتي، فهذا إيه؟ استيلاء على سبيل العدوان. قال ومن غصب مالا لأحد لزمه رده، يعني رده إيه؟ بعينه. وأرش نقصه، الأرش هذا دية نقصان الأعيان من السلعة. الأرش دية نقصان الأعيان من السلع. مثلا هو اغتصب مني مثلا جهاز تلفزيون مثلا، وهذا التلفزيون مثلا في ريموت نقل به القنوات، الواجب عليه أن يرد لي الايه؟ الجهاز، جهاز التلفزيون بعينه. طيب هذا الجهاز حدث فيه بعض الايه؟ الخلل، مثلا هذا الريموت كسر وبعض يعني بعض التلفيات حدثت في الجهاز، فأنا عند رد الغصب آخذ منه الجهاز التلفاز
مع قيمة المتلفات التي تلفت في فترة غصب الجهاز عنده. مثلا هذه المتلفات تحتاج مثلا إلى 1000 جنيه لإصلاحها، فأرد الجهاز مع هذه 1000 حتى تصلح هذه الإتلافات. فالأرش هذا الدية، هناك دية على الجوارح، دية على القتل، دية على قطع الأيدي. فالدية على نقص، على النقص الذي حدث في السلع يسمى إيه؟ يسمى أرشا، يسمى أرش، سميه دية، سميه تعويض، كما تشاء. فالمهم هو القدر الذي يؤخذ من المال في مقابل النقص الذي حدث في الايه، في السلع، في الاعيان، بخلاف دية الانسان على الجوارح وعلى النفس. نعم. قال: لزمه رده وارش نقصه وأجرة مثله. يعني كمان مثلا جهاز التلفزيون هذا مثلا إذا قمت بتأجيره في الشهر مثلا لمستأجر ب100 جنيه في الشهر، يدفع أيضا نحسب المدة التي بقي فيها الجهاز عنده ويدفع أجرة هذه المدة. يبقى الشيء المغصوب يرد بهذه الطريقة. أولا يرد عينه، يرد عينه، يرد أرش نقصه إن حدث فيه نقص، تدفع أجرة بقاء هذا الجهاز أو هذه السلعة عنده. يبقى الشيء المغصوب عند رده، الشيء المغصوب عند رده ها يرد بثلاثة أمور. أولا يرد عين الشيء، يرد عين الشيء. ثانيا ترد قيمة الأرش إن حدث هناك نقص بالعين. ثالثا تدفع أجرة بقاء هذا الشيء عنده، يعني هذا الجهاز، أو أنه مثلا استولى على هذه الشقة 6 أشهر، فحينما نسترد منه الشقة يدفع لنا إيجار 6 أشهر. لماذا؟ لأنه عطلها علي، عطل علي الاستفادة بهذه الشقة. فهذه الأمور الثلاثة. يبقى أولا ترد العين التي اغتصبت. ثانيا يرد أرش نقصه، يعني قيمة النقص الذي حدث في قيمة العين. ثالثا تدفع أجرة المثل، يعني أجرة المدة الذي بقي فيها هذا الشيء بحوزة هذا الغاصب. قال: فإن تلف، يعني تلف الشيء المغصوب، ضمنه بمثله. طيب هنا مشكلة، احنا قلنا الشيء المغصوب لا بد أن يرد بعينه. طيب انتلفت هذه العين، يعني هذا التلفزيون تلف بالكلية ودمر، سرق، يعني المهم أنه تلف بالكلية، ماذا نفعل؟ قال: فإن تلف ضمنه بمثله. ضمنه بمثله إن كان له مثل،
يعني إن كان لهذا التلفزيون مثل في القيمة والنوع يأتي له بتلفزيون إيه؟ آخر أو بقيمته إن لم يكن له إيه؟ مثل. لم نجد لهذا الجهاز مثلا مثل في بلدتنا، لا يوجد له مثل. كان مثلا جهاز فخم جاءني مثلا من ألمانيا أو من أمريكا، لا يوجد له مثل في مصر. فننظر إلى قيمة هذا الجهاز، قيمته المالية. أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. إحنا بنقول إن لم يكن له مثل، يعني لم نجد لهذا الجهاز مثله في النوع موجود، يأخذ الإيه؟ القيمة. طيب كيف نحسب القيمة؟ بأي سعر نحسب القيمة؟ بسعرها في يوم الغصب، في اليوم الذي اغتصب فيه الجهاز، أم بسعرها في يوم الرد أو في يوم التلف؟ قال ننظر إلى أعلى قيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف، أعلى قيمة. طبعا هذا كله من باب الايه؟ التجديد على الايه؟ على الغاصب، لأنه أخذ شيئا ليس من حقه. نعم، اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الغصب، وهو لغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة. أخذ الشيء ظلما مجاهرة، قلنا هذا بخلاف الايه؟ السرقة، فإنها أخذ الشيء خفية. نعم. وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا، ويرجع في عدوانا يعني قهرا عنه وليس برضا منه. ويرجع في الاستيلاء للعرف، ودخل في حق ما يصح غصبه مما ليس بمال. ودخل في حق الغير، ماذا عندك؟ ما يصح غصبه مما ليس بمال، أي مما ليس بمال في الشرع. مما ليس بمال أي مما ليس بمال في الإيه؟ في الشرع. قال كجلد ميتة، كجلد إيه؟ ميتة. احنا اتفقنا في الدرس الماضي، أخذنا حتة إيه؟ فاكرينها؟ ماذا قال في الـ في الـ في الـ في, الـ في الإقرار؟ حينما قلنا إيه؟ ولو فسر المجهول بما لا يتمول لكن من جنسه أو ليس من جنسه، يعني ليس من جنسه ما يتمول لكن يحل اقتناؤه كجلد ميتة. تتذكرون أم نسيتم؟ هنا نفس المسألة. قال إيه؟ ودخل في حق الغير ما يصح غصبه مما ليس بمال، أي ليس بمال في الشرع، كجلد ميتة، كجلد ميتة. قلنا هو ليس بمال، ولكن كما قلنا هناك شيء اسمه إيه؟ حق الاختصاص، اسمه حق الإيه؟ الاختصاص. جلد الميتة هذا ينتفع به بوجه من الوجوه، بوجه من وجوه الانتفاع في بعض الاستعمالات، وكالكلب المعلم. قلنا هذا الكلب ليس بمال في الشرع، ليس إيه؟ بمال. كلب الحراسة قلنا الكلب ثمنه حرام، ليس بمال في الشرع، ولكن هناك شيء اسمه حق الاختصاص. يعني إيه؟ هذا الكلب في حوزتي، هذا الكلب إيه؟ في، ليس ملكا لي ولكنه إيه؟ تحت يدي في حوزتي.
جلد الميت هذا ليس منك لي، لأن الحرام لا يتملك، ولكن هو إيه؟ في حوزتي وتحت اختصاصي، ويريد هذا الشخص أن ينتفع بهذا الجلد فيعطيني مقابل مادي في مقابل أن أرفع يدي عن جلد الميت مثلا أو الكلب المعلم وأعطيه له. هذا يسمى إيه؟ حق اختصاص. فلو حدث غصب، لو حدث غصب لهذا الشيء الذي ليس بمال ولكنه حق اختصاص لي، حق حوزة هذا المال، حوزة هذا الشيء لي، فإن هذا أيضا يدخل في باب الإيه؟ في باب الغصب. يعني سؤال، هل يجوز لو أن إنسانا غصب كلب حراسة لي، كلب حراسة، أنا عندي بيت كبير وهناك كلب حراسة للبيت، هل يجوز لإنسان بحجة أن هذا كلب وليس بمال في الشرع، هل يجوز له أن يدخل هذا الكلب ويقوم بأخذه قهرا عن صاحب البيت؟ لا يجوز ذلك، لأنه وإن لم يكن بمال إلا أنه في إيه؟ في حوزتي بطريقة يحل شرعا الانتفاع بها. طيب كلب غير معلم، يعني كلب لا يصلح للحراسة، إن أخذه إنسان هل يسمى هذا غصبا؟ ها؟ لا يسمى غصبا، لا يسمى إيه؟ غصبا. لماذا؟ لأنه ليس له، لا تتعلق به حق الإيه؟ لا يتعلق به حق الانتفاع، حق الاختصاص. ما ينفعش أستحوذ أو أحيز هذا الكلب غير المعلم على الحراسة في بيتي، لا يصح ذلك. يبقى قال إيه؟ ودخل في حق الغيب ما يصح غصبه مما ليس بمال كجلد ميتة. يبقى عندنا ننتبه إلى هذه القضية حتى نفهمها جيدا، هناك أمور في الشرع يحرم بيعها وشراؤها، ولكن يحل الانتفاع بها بوجه من الوجوه التي أباحها الشرع، فيحل اقتناؤها عن طريق رفع اليد عن الاختصاص. هل هذا يشمل كل المحرمات؟ لا، المحرمات التي أبيح الانتفاع بها بوجه من الوجوه الشرعية. يعني مثلا الخنزير، هل أبيح الانتفاع به بوجه من الوجوه؟ لا، يبقى هذا لا يدخل في هذا، في هذا الشأن. آلة الموسيقى مثلا، هل أبيح الانتفاع بها؟ لا يباح، فلا تدخل في هذا ليه؟ في هذا الباب. لكن الكلب المعلم للحراسة أبيح الانتفاع به في هذا الوجه. طيب ما الحيلة في اقتناء هذا الكلب؟ ها؟ رفع اليد عن الايه؟ عن الاختصاص. هذا الكلب في اختصاص فلان، في حوزة فلان، فلكي يسمح لي باستعمال هذا الكلب للحراسة أعطيه مقابل مادي ليرفع يده عن الايه؟ عن الاختصاص. وقلنا ما الفارق بينه وبين البيع والشراء؟ ها؟ من يعرف؟ إذا وجد عيبا. أيوة، أن في البيع والشراء ما يحل بيعه وشراؤه، إن وجدت فيه عيبا ها يجوز لك أن ترده بالإيه؟ بالعيب على صاحبه. لكن هذا الأمر، هذه الأمور التي تأخذها برفع اليد لا ترد بالعيب، لأنه لا كرامة لها ولا احترام لها. لكن الأمور الطاهرة التي يحل بيعها وشراؤها هناك لها تعظيم ولها احترام لماليتها، إن حدث خداع ترد ذلك على إيه؟
على صاحبه. قال: ودخل في حق الغير ما يصح غصبه مما ليس بمال كجلد ميتة، وخرج بعدوانا الاستيلاء على مال الغير بعقد، يعني بعقد صحيح شرعا، كعقد مثلا الوكالة، كعقد الإجارة، كعقد الإعارة، هذا كله يعني أخذ لمال الغير ولكن بإيه؟ بعقد شرعي صحيح، لا يسمى إيه؟ لا يسمى غصبا، وإنما انتقل إليك، انتقل استعماله إليك بعقد شرعي صحيح. نعم. ومن غصب مالا لأحد لزمه رده لمالكه ولو غرم على رده أضعاف قيمته. نعم، حتى لو رد، يعني لو أنفق في رده لصاحبه أضعاف قيمته يرده. أنا اختصبت هذه الساعة وسعرها مثلا 1000 جنيه، وسافرت بها إلى ماليزيا أو إلى إندونيسيا أو إلى أي دولة، سافرت بها وصاحبها في مصر، لا بد من ردها لصاحبها، ولو كنت ستنفق في سبيل ذلك 1000 الجنيهات من أجل الإتيان بطائرة من ماليزيا إلى مصر لكي ترد ما اختصرته إلى صاحبها، لا بد وأن ترد إلى صاحبها، ولو أنفقت في ذلك أكثر من قيمتها. لماذا؟ فداء لنفسك وروحك من عذاب الله يوم القيامة. نعم. ولزمه أيضا أرش نقصه إن نقص، فمن غصب ثوبا فلبسه أو نقص بغير لبس، ولزمه أيضا أجرة مثله. أما لو نقص المغصوب برخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح. ولزمه أيضا أرش نقصه إن نقص، كمن غصب ثوبا فلبسه أو نقص بغير لبس، كان مثلا حدث فيه حرق أو خرق، فإنه يضمن قيمة نقصان هذا نقصان الثوب بعد حدوث الخلل فيه، يعني هو غصب ثوبا وبعد غصبه ماذا حدث؟ حدث حريق مثلا في البيت فاحترق جزء من الثوب، فما الذي حدث؟ نقصت قيمة الايه؟ الثوب بهذا الحرق، فيدفع قيمة هذا النقص الذي حصل في الايه؟ في الثوب، يضمن قيمة النقص الذي حدث في الثوب. قال: ولزمه أيضا أجرة مثله. قال: أما لو نقص المغصوب برخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح، يعني كأن النقص له وجهين. الوجه الأول أن تنقص السلعة بحدوث عيب فيها، يعني مثلا هذه الساعة أنا غصبتها من فلان فوقعت على الأرض فكسرت الايه؟ الشاشة مثلا هذه، فأضمن قيمة هذا النقص الذي حدث في الايه؟ في الساعة. طيب، هذا نوع من النقص. النوع الآخر الساعة كما هي، ولكن ببقاء الساعة عندي حدث نقص في قيمتها الشرائية، كان مثلا قيمتها 1000 جنيه بعد عدة أشهر وهي عندي مغصوبة مغتصبة أصبح قيمتها 700 جنيه،
نزلت القيمة إيه من 1000 إلى إيه؟ هل يضمن حينئذ الغاصب قيمة هذا النقص؟ لا، لا يضمن. لماذا؟ لأن المطلوب منه أن يرد الشيء المغصوب إيه؟ بعينه، هو هذا هو المطلوب منه. وإن حدث نقص في العين يدفع إيه؟ قيمة هذا النقص. لكن إن كان النقص بسبب رخص السعر الذي حدث في السلعة، قال فلا يضمنه، يعني لا يضمن فارق السعر، فلا يضمنه الغاصب على الصحيح. لماذا؟ لأنه لا نقص في ذات المغصوب، لا نقص في ذات المغصوب ولا في صفاته، وإنما الذي حدث نقص في رغبات الناس فيه، لأن الأسعار تختلف للسلعة على حسب الإقبال والإدبار عنها. السلعة كلما أقبل الناس عليها كلما زاد سعرها وارتفع، وكلما أدبر الناس عنها كلما إيه؟ قل سعرها وانخفض. نعم. وفي بعض النسخ ومن غصب مال امرئ أجبر على رده إلى آخر. فإن تلف المغصوب ضمن، يعني تلف بالكلية، تلف بالإيه؟ بالكلية، سواء كان بفعله أو بآفة سماوية. ننتبه إلى اختلاف أحكام التلف من باب إلى آخر. في باب العارية مثلا أو في باب الوكالة قلنا يضمن إذا تلف بالإيه؟ بالتقصير أو بالتعدي. لكن هنا في باب الغصب انتلف الشيء المغصوب بأي وجه كان، بتعد أو بدون تعد، بآفة سماوية أو بفعله، فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه غاصب تجديدا عليه، لأنه يغتصب مال غيره، فيجدد عليه في ذلك. نعم. فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان له، أي المغصوب مثل، والأصح أن المثل ما حصر، أن المثل، والأصح أن المثل ما حصره كيل أو وزن، وجاز السلم فيه كنحاس وقطن لا غالية ومعجول. وذكر المصنف ضمان المتقوم في قوله أي أو ضمنه بقيمته إن لم يكن له مثل، أو ضمنه يعني ضمن الشيء المغصوب بقيمته إن لم يكن له مثل بأن كان متقوما. يبقى عندنا إن تلف الشيء المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان له مثل، يعني يأتي بمثل له. مثلا هذه الساعة نومها كذا وصفتها كذا، يأتي بساعة إيه؟ بنفس الصفة وبنفس الشكل وبنفس اللون وبنفس الهيئة تماما، طالما أن مثلها متوفر. طيب هذه الساعة لا يوجد لها مثل في بلادنا، فماذا نفعل؟ يضمن إيه؟ قيمتها، يضمن، نقوم هذه الساعة بقيمتها المالية في الأسواق ونأخذ منه القيمة. قال بأن كان متقوما واختلفت قيمته، قال أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. يعني مثلا لو كانت قيمة الشيء المغصوب عند الغصب 1000 جنيه مثلا، ونزل سعر الشيء المغصوب بعد ذلك أصبح مثلا 500، نحاسبه على أنه قيمة؟
الألف أم الخمسمائة؟ الألف. قال أكثر ما كانت، يعني أكثر قيمة، يعني يدفع أكثر قيمة. ننظر من يوم الغصب إلى يوم التلف، ننظر قيمة مثلا الساعة من يوم الغصب إلى يوم التلف، ننظر أعلى قيمة وصلت إليها في هذه المدة ونحاسبه عليها. فمثلا إن كانت قيمة الساعة مثلا 1000 جنيه عند الغصب، ثم نزلت قيمتها أصبحت 500، ثم في يوم التلف كانت قيمة الساعة وصل إلى 2000 جنيه. هناك إيه؟ 3 أسعار، يوم التلف سعر، وفي أثناء المدة سعر، وفي يوم التلف إيه؟ سعر آخر. يعني اختلفت قيمة السلعة أكثر من مرة في هذه المدة، من يوم الغصب إلى يوم الإيه؟ التلف. نحسب له أي قيمة؟ نختار أي قيمة من الثلاثة؟ أعلى قيمة، يبقى نختار 2000. يبقى هذا معنى قوله أكثر ما كانت، أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف، نختار أعلى قيمة ونحاسبه عليه تغليظا عليه، لأنه اغتصب حق غيره ومنعه الانتفاع بغير وجه شرعي، فيغلظ عليه ويشدد عليه ويذكم عليه بأعلى قيمة ممكنة. نعم. والعبرة في القيمة بالنقد الغالب، فإن غلب نقدان وتساويا قال الرافعي عين القاضي واحدا منهما. يعني مثلا إن كان مثلا في دولة واحدة يتعامل فيها بالدراهم والدنانير مثلا، يعني وكان النقد الغالب الدراهم، فنحسب القيمة على الايه؟ على الدراهم. هذا معنى قوله والعبرة في القيمة بالنقد الغالب، فإن غلب نقدان وتساويا قال الرافعي عين القاضي واحدا منهما، يعني نقدا اختار نقدا منهما. قال فصل في أحكام الشفعاء. كأن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أحكام الغصب وذكر أن الغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا وعدوانا، فذكر بعده استثناء، فالشفعة أيضا تملك قهري أو تؤخذ قهرا، ولكنها تؤخذ قهرا بحق، تؤخذ قهرا بحق. فكأنه بعد أن ذكر تحريم الاستيلاء على حق الغير دون وجه حق ذكر باب الشفعة كاستثناء لما يؤخذ قهرا من مال الغير ولكن إيه؟ بحق. يبقى الغصب استيلاء على مال الغير عدوانا وبغير حق، ولكن الشفعة أخذ قهري لمال الغير ولكن إيه؟ بحق. فذكر أحكام الشفعة. اقرأ يا شيخ. قال الماتن رحمه الله تعالى فصل في الشفعة. والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار،
فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع، وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل، وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. قال: فصل في الشفعة. الشفعة في اللغة تعني الضم، وفي الشرع يعني صورتها باختصار أن يكون هناك عقار بين اثنين، شركة بين اثنين، عقار شركة بيت، وهذا البيت شركة بين اثنين، المرافق واحدة، الكهرباء يعني نظامها واحد، الصرف الذي في البيت نظامه واحد، شركة، هذا البيت شركة بين اثنين، فيقوم أحدهما ببيع نصيبه في هذا البيت لطرف ثالث، يبيع أحدهما نصيبه في هذا البيت لطرف ايه؟ ثالث، فيحق للشريك في هذه الحالة الذي تضرر بهذه الشراكة الجديدة، يحق له شرعا وبقوة الشرع والقضاء أن يستولي على نصيب هذا الشريك الحادث اللي هو الشريك الثالث، هذا يأخذ حقه ويدفع له المال الذي دفعه للشريك الايه؟ الآخر. يبقى عندنا الشفعة مكونة، أو عقد الشفعة، من ثلاثة أطراف: اثنين شركاء أصليين، شريك أول وشريك ثاني، شركاء في البيت أصليون، قام واحد منهما ببيع نصيبه في البيت لطرف ايه؟ ثالث دون إذن الشريك الأصلي، دون إذنه ودون علمه، فيحق لهذا الشريك الأصلي الأول أن يحق له يعني شرعا وقضاء، يحق له أن يدفع المبلغ الذي دفعه الشريك الجديد، هذا الشريك الحادث الذي هو الطرف الثالث، يعني يدفع له ما دفعه للشريك الأصلي الذي باعه نصيبه، ويتملك حقه قهرا. لماذا؟ لأن هذه الشراكة الحادثة تحدث له ضررا، سيضطر للفصل حين القسمة بينه وبين الشريك الطرف الثالث، فيحدث مرافق جديدة وإصلاحات جديدة حتى يفصل بين نصيبه وبين نصيب الطرف الثالث الذي جاء، لأنه كانت هناك مودة أو اتفاق أو توافق بينه وبين الشريك الأول، فهذا الشريك الثالث لا يعرفه ولا يحب أن يختلط به، فأعطاه الشرع حق الشفعة حتى يدفع عن نفسه الضرر الواقع عليه بسبب القسمة، لأن الشريك الحادث هذا الشريك الجديد الذي جد على البيت سيطالب بنصيبه في البيت،
كان الشريك الأول هناك شراكة وخلطة، لكن الشريك الحادث سيطالب إيه؟ بالقسمة. وحينما يطالب بالقسمة ماذا يحدث؟ سنحدث مرافق جديدة، كان مثلا البيت في حمام واحد، سنضطر عند القسمة لبناء حمام آخر مثلا، سنضطر لإحداث مرافق جديدة في البيت، وهذا يحدث ضرر مادي بالشريك الذي يوجد في البيت، بالشريك الأول، بالشريك الأصلي. فأعطاه الشرع الكريم حق الشفعة بأن يدفع للشريك الحادث، هذا الشريك الجديد يدفع له المال الذي دفعه ويستولي على الإيه؟ على كل البيت. هذا معنى إيه؟ حق الشفعة. قال: والشفعة واجبة، يعني ثابتة، حق ثابت، مش واجبة يعني أنه يجب عليه أن يطالب بها، لا لا، ممكن يقبل، ممكن الشريك إيه؟ يقبل، هذا الشريك الحادث ممكن يقبل، ولكن ثابتة، أي حق ثابت له، له أن يطالب به وله إيه؟ ألا يطالب به. والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار، بالخلطة دون الإيه؟ الجوار. يبقى عندنا هنا الشفعة تخص خلطة الشيوع اللي هي زي الشركة، نصيبه في نصيب صاحبه، نصيبه في نصيب صاحبه، هو هذه الشقة بابها واحد ومفتوحة بيني وبين صاحبي، فيحق لي الشفعة في هذه الحالة، لأن الشريك الجديد حينما يأتي سأضطر لإحداث جدار بيني وبينه ودفع أموال لإحداث هذه المرافق. لكن خلطة الجوار لا، خلطة الجوار يعني يعني أنا شقتي هذه مغلقة وهناك شقة أخرى بجواري مغلقة، وقام صاحب الشقة ببيع شقتي الذي بجواري، هل يحق لي حق الشفعة حينئذ؟ لا، ليس من حقي حق الشفعة. يبقى عندنا في المذهب الشفعة هذه تخص خلطة الايه؟ تخص خلطة الشيوع. ها؟ خلطة الايه؟ الشيوع، يعني مالي في مالي، نصيبي ونصيبه واحد، خلاف خلطة الايه؟ الجوار. فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، فيما ينقسم يعني فيما يقبل القسمة، فيما يقبل الايه؟ القسمة. يعني العقار مثلا او الشيء الذي يثبت فيه حق الشفعة لا بد أن يكون قابلا للقسمة، بحيث لو أنك قسمتها نصفين مثلا، شقة كهذه قسمتها نصفين استقامت الحياة في كل قسم، استقامت الحياة والمنفعة في كل قسم، هذا معنى قوله إيه؟ تثبت فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره.
قال وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره، لأن ما ينقل يعني تسهل فيه يعني الضرر، ضرره لا يدوم. مثلا اثنان شركاء مثلا في حيوان، في بقرة مثلا، اثنان شركاء في بقرة، وباع واحد منهم نصيبه ليه؟ لطرف الثالث. هل الحيوان عمره يدوم؟ يعني الحيوان لا يدوم غالبا، فالضرر الذي من الحيوان أو من الشركة أو من الشريك الحادث في الحيوان ضرر يرفع سريعا ولا يدوم، بخلاف الضرر الذي في العقار، هذا الضرر الذي يكون في الشقة، هذا ضرر يستمر. الشقة مثلا هذه 100 متر، حينما تقسم نصفين 50 متر وخمسين متر، سيحصل ضيق على أحد الطرفين وهذا الضيق يدوم، فجاءت الشفعة لرفع الضرر الذي يدوم. فمن أجل ذلك قال إيه؟ وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار، بخلاف ما ينقل مثلا كالشراكة أو الخلطة في حيوان، فهذه أو هذا الضرر لا يدوم، هذا الضرر لا يدوم على الطرف الأول. قال بالثمن الذي وقع عليه البيع، يعني يقوم الشريك الأصلي بدفع الثمن الذي دفعه الشريك الحادث للشريك الايه الآخر، بالثمن يدفعه له ثم يأخذ النصيب الذي اشتراه. قال فإن أخرها، يعني أخر طلب الشفعة، فإن أخرها يعني أخر طلب الشفعة مع القدرة عليها بطلت، أي يعني بطل هذا الحق، لأن تأخيره في المطالبة بالقضاء يدل على رضاه، فطالما أنك تريد حق الشفعة فسارع برفع الأمر إلى القاضي، لكن تأخيرك شهر واثنين وثلاثة بلا أعذار يدل عليه على رضاك بالبيع، فلا بد من المطالبة الفورية بالحقوق. طيب نقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الشفعة، وهي بسكون الفاء، وبعض الفقهاء يضمها، ومعناها لغة الضم، وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة، حق تملك قهري نضمها، يعني نونا بالضم أحسن، حق تملك قهري يعني تكون صفة للإيه لحق، حق تملك قهري يثبت للشريك القديم اللي هو الشريك الإيه الأصلي المالك للرقبة على الشريك الحادث، أي الشريك الجديد الذي تم له إيه البيع من الشريك الثاني الأصلي. إحنا عندنا اثنان شركاء أصليان، اثنان شركاء أصليان، واحد منهما باع نصيبه لطرف إيه ثالث. قال على الشريك الحادث أي الشريك الجديد، قال بسبب الشركة، بسبب الشركة يعني شركة الإيه الشيوع، خلطة الشيوع بالعوض، قال بالعوض الذي ملك به. طيب لو أن الشريك الثاني الأصلي مات، لو أن الشريك الأصلي الثاني مات وانتقل نصيبه
لورثته. هل يثبت للشريك الأول حق الشفعة؟ لا، لا يثبت. هذا معنى قوله إيه؟ بالعوض، بسبب الشركة بالعوض. يعني هناك إنسان يعني أخذ هذا النصيب بعوض، بمال يدفع في مقابلة أخذه. لكن لو انتقل الملك للشريك الحادث بلا عوض، يعني عن طريق الميراث، هل في الميراث هل أنا أدفع شيئا؟ لا، وإنما ينتقل لي بلا عوض، أو عن طريق الهبة، وهبت هذا النصيب لشخص معين لم أخذ منه عوضا، فهنا لا يثبت له حق الشفعة. هذا معنى قوله بسبب الشركة بالعوض. الذي ملك به، يعني بالثمن الذي دفعه، وشرعت لدفع لدفع الضرر. ما هو الضرر؟ ضرر استحداث المرافق الجديدة في الحصة أو في النصيب الذي صار إليه. يبقى ضرر استحداث المرافق، كبناء جدار جديد، كبناء كهرباء جديدة، كبناء باب جديد، كل هذه مرافق تستحدث ويدفع فيها مال، وهذا ضرر عليه، وشرعت لدفع الضرر. ما هو الضرر الذي يدفع في عقد الشفعة؟ ضرر استحداث مرافق جديدة في الحصة أو في النصيب الذي يصير الذي يصير إليه حال التقسيم. يحتاج لجدار، يحتاج لحمام آخر مستقل، يحتاج لصرف صحي جديد، يحتاج لكهرباء جديدة، وهكذا. نعم. والشفعة واجبة أي ثابتة للشريك بالخلطة، أي خلطة الشيوع دون خلطة الجوار. يعني شركة الشيوع، اثنان شركاء نصيبهما شائع في بعضهما البعض، لا يتميز. لكن لو كان النصيب متميز، نصيب كل واحد متميز ومنقسم، لا، لا يثبت له حق الشفعة. واضح أم لا؟ دون خلطة الجوار. نعم. فلا شفعة لجار الدار، فلا شفعة لجار الدار ملاصقا كان أو غيره، وإنما تثبت الشفعة فيما ينقسم، أي يقبل القسمة دون ما لا ينقسم. اتفقنا. ما هو ضابط قال فيما ينقسم أي يقبل القسمة؟ ما هو الضابط في ذلك؟ ما هو ضابط ما يقبل القسمة؟ ضابطه الشيء الذي ينتفع به منفعة مقصودة لو قسم كما كان ينتفع به قبل القسمة. الشيء الذي ينتفع به منفعة مقصودة حال التقسيم كما كان ينتفع به قبل القسمة. مهم جدا ضبط المفاهيم، مهم جدا. وأنت تذاكر في الفقه، وأنت تذاكر في 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 علوم الشريعة، مهم جدا ضبط المفاهيم. مثلا حديث، مثلا حديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. أو أنت تقرأ هذا الحديث لابد وأن تهتم بضابط التشبه،
تبحث وتفتش ما هو ضابط التشبه المنهي عنه شرعا. مثلا من تشبه بقوم فهو منهم في ماذا؟ النهي عن التشبه باليهود والنصارى في ماذا؟ ما هو الضابط؟ هذا الاهتمام بالضوابط يفيدك كثيرا في فهم الأحكام الشرعية وعدم الزلل وعدم الخطأ. تهتم بالضوابط، ما هو الضابط؟ مثلا المسيحي مثلا أو اليهودي يركب سيارة، هل أنا لا أركب سيارة؟ يسافر بالطائرة، هل أنا لا أسافر بالطائرة؟ هل هذا تشبه؟ هل هذا هو التشبه المنهي عنه شرعا؟ يبقى وأنت تذاكر الفقه لابد أن تهتم جدا ما هو الضابط، ما هو ضابط هذا الحكم، ما هو ضابط هذا النهي، ما هو الشيء المنهي عنه بالضبط، حتى لا تقع في زلل. فضابط القسمة قال إيه؟ وإنما تثبت الشفعة فيما ينقسم، أي يقبل الإيه؟ القسمة دون ما لا ينقسم، كحمام صغير فلا شفعة فيه. حمام صغير يعني هنقسمه، كيف نقسمه؟ يعني انقسم هذا الحمام الصغير، هل نستطيع أن نصنع منه حمامين؟ لن نستطيع ذلك، فهذا لا يثبت فيه ليه؟ حق الشفعة. نعم. كحمام صغير فلا شفعة فيه، فإن أمكن انقسامه كحمام كبير يمكن جعله حمامين ثبتت الشفعة فيه، والشفعة ثابتة أيضا في كل ما لا ينقل من الأرض غير الموقوفة والمحتقرة. قلنا إيه؟ في كل ما لا ينقل من الأرض، لأن المنقول، لأن الشيء المنقول لا يدوم ضرره كما يدوم في الأرض أو العقار، فلذلك إيه؟ لم يثبت فيه حق الإيه؟ حق الشفعة. الأرض غير الموقوفة غير الموقوفة، الموقوفة لا شفعة فيها، لأن الأرض الموقوفة لا شفعة فيها لأنها لا ملك عليها لأحد، وإنما هي وقف على مصرف من المصارف المعينة فلا شفعة فيها. والمحتكرة، المحتكرة يعني يعني شبيهة بحق الانتفاع، يعني هذه الأرض مؤجرة لفلان له حق الانتفاع بالبناء عليها، فحق الانتفاع بالأرض حكر، أي ملك لشخص معين لا ينتفع به غيره. احتكار يعني الانتفاع بهذا الأرض وقف عليه، لا يحل الانتفاع به بالبناء على هذه الأرض لغيره. فيقول يعني الشيخ بأن أمثال هذه الأراضي الموقوفة والمحتكرة لا يثبت فيها حق الشفعة. نعم. كالعقار وغيره من البناء والشجر تبعا للأرض، وإنما يأخذ الشفع شقص الشفيع العقار بالثمن الذي وقع عليه البيع. الشقص اللي هو النصيب، النصيب المعلوم أو القطعة من الأرض، النصيب المعلوم أو القطعة المعلومة من الأرض، أو السهم، يعني سميه ما شئت.
وإنما يأخذ الشفيع شقص العقار بالثمن الذي وقع عليه البيع. شقص العقار يعني الجزء الذي باعه شريكه للشريك الحادث، الجزء أو النصيب الذي باعه شريكه للشريك الحادث، فيأخذه بالثمن الذي وقع عليه البيع. نعم. فإن كان الثمن مثليا كحب ونقد أخذه بمثله، أو متقوما كعبد وثوب أخذه بقيمته يوم البيع، وهي أي الشفعة بمعنى طلبها على الفور، وحينئذ فليبادر الشفيع إذا علم بيع الشخص بأخذه، وتكون المبادرة في طلب الشفعة على العادة، فلا يكلف الإسراء على خلاف عادته بعدو أو غيره. يعني يذهب على طبيعته، يمشي في الإجراءات القانونية والقضائية على طبيعته، لا يكلف الجري مثلا للقاضي حتى يعني يبلغ عن الأمر، يمشي على طبيعته وسجيته. العدو يعني الجري يعني. نعم. بل الضابط في ذلك أن ما عد توانيا في طلب الشفعة أسقطها وإلا فلا، فإن أخرها أي الشفعة مع القدرة عليها بطلت. فلو كان مريد الشفعة مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو محبوسا أو خائفا من عدو، فليوكل إن قدر، وإلا يعني يوكل غيره إن قدر، وإلا فليشهد على الطلب. فليشهد. وإلا فليشهد على الطلب. نعم. فإن ترك المقدور عليه من التوكيل أو الإشهاد بطل حقه في الأظهر. هذا مهم جدا لمن يطالب بحقه في القضاء، أن يسارع بالمطالبة بالحق أو يثبت المطالبة بالحق. مثلا يذهب إلى قسم الشرطة مثلا ويبلغ فورا، أو يتصل بالمحامي يذهب ويعمل الإجراءات المناسبة في هذا الشأن، لكن لا يتهاون حتى تمر مدة وبعد ذلك يطالب بحقه، فلا تقبل المطالبة بعد ذلك. ولو قال الشفيع لم أعلم أن حق الشفعة على الفور، وكان ممن يخفى عليه ذلك، صدق بيمينه. يعني كان هذا الشفيع ليس من أهل العلم وغائب عن دروس العلم ولا يعرف أن الحق على الفور، فيصدق بيمينه. وإذا تزوج شخص امرأة على شخص أخذه، أي أخذ الشفيع الشقص بمهر المثل لتلك المرأة. هنا أحد الشريكين أراد الزواج، أراد الزواج وليس معه مال يعطيه كمهر لزوجته، فماذا يفعل؟ أكتب لك نصيبي في هذا العقار كمهر. مفهوم الصورة؟ هو يريد أن يتزوج، أحد الشريكين يريد أن يتزوج وليس معه مال لكي يتزوج به، فقال للمرأة التي يريد أن يتزوجها: أكتب لك نصيبي في هذا البيت كمهر لك. نقل لها الملكية، ملكية نصيبه في البيت. قال وإذا تزوج شخص امرأة على شخص، يعني على نصيبه في البيت، على نصيبه في البيت، يعني يجعل نصيبه في البيت مهرا للزواج، مهرا في الزواج، هذا شرعا جائز. قال أخذه، أي أخذ الشفيع الشقص بمهر المثل لتلك المرأة،
يعني هل الشفيع له أن يأخذ في هذه الحالة هذا النصيب الذي كتب للزوجة كمهر؟ نعم له ذلك. طيب ما القيمة التي يأخذ بها الشفيع هذا الجزء؟ قال بمهر المثل لتلك المرأة، لأنه أعطاها النصيب إيه؟ تنازل. إحنا عندنا خلي بالك هو قال إيه؟ قال قال يعني بالثمن الذي وقع عليه البيع. إحنا اتفقنا أن الشفيع يرد للشريك الحادث الإيه؟ الثمن الذي وقع عليه الإيه؟ البيع. طيب ما هو الثمن هنا؟ ما هو الثمن هنا؟ المهر. وأعطاها هو لا هي لم تعطيه مالا، وإنما الثمن قيمة الإيه؟ المهر. فننظر ما قيمة مهر مثلها من النساء، ما قيمة مهر مثل هذه المرأة من النساء؟ حينئذ نعرف قيمة المهر، فيرد إلى المرأة الإيه؟ يأخذ نصيبها بقيمة مهرها، يكون الثمن هو الإيه؟ المهر. كيف يحدد المهر؟ بقيمة مهر أمثالها من النساء. نعم، قيمة المهر يوم النكاح، قيمة المهر في يوم الإيه؟ النكاح. إن ممكن قيمة المهر تزيد أو تنقص بعد ذلك، ولكن قيمة المهر في يوم نكاحها. ننظر ما قيمة المهر في هذا اليوم. وكذلك المرأة لها أن تجعل نصيبها في بيت مثلا عوض في الخلع، لها ذلك أيضا. وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها، أي الشفعة على قدر حصصهم من الأملاك. فلو كان لأحدهم نصف عقار وللآخر ثلثه وللآخر سدسه، فباع صاحب النصف حصته أخذها الآخران أثلاثا. يعني وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها، يعني استحقوا الشفعة، استحقوا ليه الشفعة؟ يعني مثلا هذا البيت شركة مختلطة بين ثلاثة أفراد، قال الثلث، وقام واحد منهم ببيع نصيبه لطرف ايه؟ ثالث. ففي هذه الحالة يثبت حق الشفعة للايه؟ للشريكين، يثبت حق الشفعة للايه؟ للشريكين الآخرين أو أكثر من شريكين، يثبت لهم حق الشفعة. طيب كيف نوزع؟ يوزع أو توزع الشفعة على حسب سهم وحصة كل واحد منهم في الايه؟ في نصيبه. فضرب مثال، قال لو كان لأحدهم نصف عقار وللآخر ثلث العقار وللآخر سدس، فصاحب النصف باع حصته لشريك ايه؟ آخر. فيثبت حق الشفعة لمن؟ للشريكين الآخرين. طيب كيف نوزع الحق في النصف الذي لهما حق فيه؟ قال ايه؟ أخذها الآخران أثلاثا. ما هو عندنا ايه؟ واحد له ثلث والثاني له ايه؟ سدس. ما هو النصف مقسم على ثلاثة أثلاث، نصف ثلث وايه؟ وسدس. ففي هذه الحالة يأخذ صاحب الثلث جزئين من ثلاثة في النصيب الآخر، ويأخذ صاحب السدس جزء واحد أو سهم واحد في الإيه؟ في الشركة الجديدة أو الإضافة الجديدة.
عندك إيه؟ أخذها الآخران إيه؟ ثلاثا ولا أثلاثا؟ أثلاثا. طبعت المنهاج مع أحد منكم؟ طبعت المنهاج. فين الشيخ محمد؟ فين الشيخ محمد؟ ها؟ ها؟ بالألف؟ يبقى أثلاثا نصححها. يبقى أخذها الآخران أثلاثا، نضيف إليها ألف. أخذها الآخران أثلاثا، نضيف ألف قبل الثاء، أثلاثا. يعني نكتفي بهذا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.